اهلا بحضراتكم في ساعة عصاري. ضيفتي في الفقرة دي بلوجر لذيذة ودمها خفيف، في ناس كده ليهم طلة مميزة وبيسيبوا بصمة أو علامة في قلوب الناس. بنشوف ناس كتير على السوشيال ميديا، يا إما علشان ترند أو شوية يعني لايكات وتفاعل من الناس أو علشان الشهرة، لكن قليل لما بنلاقي حد بيشتغل على نفسه، بيحب انه يجتهد في كذا مجال علشان فعلا يفيد نفسه ويفيد غيره ويطلع بمحتوى كويس ومحترم وكمان يكسب ثقة الجمهور، كمان بيكسب ثقة نفسه، لانه كل ده يعني بنحاول ان احنا دايما نجمعه لكم في ضيوفنا. والنهارده ده تقريبا متجمع في ضيفتي اللي بتنورني. ضيفتي كمان هي كاتبه شاطره جدا. النهارده معايا البلوجر مريم احمد علي، منورانا في الاستوديو. اهلا بيك يا مريم. ايه الحاجات الجميله اللي بتحاولي تعمليها دي؟ الواحد بيحاول كده ان هو يعني يسيب اثر حلو. اكيد. قولي انت شكلك صغير، بداتي امتى؟ قوي كده. انا بدأ من الجامعه، متخرجه 2019 واستمريت بقى، بس بدات بالراحه كده يعني. كنت في بدايه السوشيال ميديا خالص وقعدت بقى، بدات فيديوز. بصراحه بدات بالكوميدي. كان اول فيديو كان الفيديو بتاع المترو، وتشتري الحاجه ازاي من المترو. ده كانت حاجه بصراحه، ده الفيديو اللي اتبوم عندي في الفتره دي. وطبعا اصحابي بقى كانوا مبسوطين وقالوا لي كملي ودمك خفيف وكده، فكملت في الكوميدي. وبعدين لقيت ان في مور انتو سوشيال ميديا ممكن اقدمه، فاستغليت بقى من الناحيه دي. طب وامتى كنت بتكتبي؟ انا بكتب من زمان، بس ما كنتش خدت الخطوه بصراحه ان انا اخلص روايه واحس ان انا ممكن اطلع دي الناس تقراها يعني. كنت بكتب من ايام الدراسه، وكان عندي مدرسه كانت مهتمه بالموضوع، كانت بتاخد اللي انا بكتبه تقعد تقراه وتدي لي كومنت، تديني روايات. بحب انا قوي الناس دي، من يعني اكتر الناس اللي اثرت في حياتي بصراحه. ليه دور كبير جدا ومؤثر جدا في حياه الطلبه بتوعه، لانه هو اللي بيشجع، هو اللي بيدي الثقه، هو بيبقى في مرحله مهمه جدا من حياه الانسان. دي حقيقه. وفكره ان هي كانت مهتمه وبتاخد مني روايات وانا كنت صغيره، كنت في اعدادي. بكتب طبعا بقى، انا عندي غلطات بقى املائيه فظيعه، وبعمل حاجات كانت تيجي وتقعد تصلح لي وتاخد من وقتها وتكتب لي. وحتى هي بالنسبه لي كنت عامله لها اهداء في الروايه بتاعتي، لان هي من الناس اللي اثرت جدا في حياتي طبعًا. تعليقاتها كانت بتبقى ازاي؟ كانت بتيجي تقول لي مثلا انت قريتي روايه كذا الفتره اللي فاتت، اقول لها تقول لي طب بصي احنا متاثرين في الشابتر ده بكذا، والحته دي بان فيها شخصيتك، انا عايزاكي تكملي من غير ما تقري. كانت تقعد بقى تقول لي مثلا طب احنا عايزين لما نيجي نبين المشاعر نبينها كذا. بصراحه كانت بتديني كومنتس مهمه جدا، خلتني مع كلام. عملت اول روايه كنت وانا بكتب حطاها قدامي، لو انا لازم اخد رايها هي الاول عشان اعرف. والكلمات كانت بترن بقى في ودانك، عارفه الواحد يبقى فاكر المعلومات لما بياخدها من حد بيقولها بطريقه مميزه وسهله وبسيطه وفعلا قلبه على اللي قدامه. بس فبعد كده كتبت، وجيت بقى كان بعد فتره السوشيال ميديا بشويه. كنت خلصت روايه وشلتها، ما عملتش بيها حاجه. بعدين عندي شويه صحاب عارفين ان انا بحب الكتابه وكده، قالوا لي طب ما تجربي، وتواصلي مع دار نشر وكده. وبعت لاكتر من دار لحد ما حد فيهم خد مني روايه وقال لي هنراجعها ونكلمك. طبعا كانت اكتر اسبوعين يعني انا كنت متوتره فيهم في حياتي، مستنيه رايي، مستنيه اعرف بقى اللي هو انا روايتي تنفع ولا ما تنفعش، اللي هو انا فعلا بعرف اكتب ولا لا. ما انا ما حدش كان قال لي يعني. ما كنتش كنت باخد راي المدرسه بتاعتي، بس برده من جوايا حاسه ان انا مدرستي فهي بتشجعني. بس لحد ما نشرت اول روايه، وكان بالنسبه لي اتفاجئت يعني، اتفاجئت من بقى عدد الناس اللي جات والريفيوز بقى اللي جات لي والفيدباكس على الروايه. لا بصراحه كنت مبسوطه، وساعتها اتشجعت اكتر ان انا اكون بقدم فعلا حاجه في الروايه بتاعتي، ما تكونش مجرد حاجه وقت لطيف بس يعني ناس تقرا. انا سمعت قريب كده انه يعني طبعا دي اكيد معلومه عند ناس من زمان، انه هاري بوتر السلسله الشهيره هي عشان تكتب هي قعدت 12 مره تروح ويترفض وتروح ويترفض. طبعا. وما اعرفش ازاي كانت بتترفض يعني، انت في حاجات كده لما تطلع تحسي رفضوها ليه؟ لا اكيد اكيد كان في، زي ما انت قلتي انا كنت بكتب في الاول بطريقه. أيوة. وبغير الواحد فعلا بيتطور كل مره مع الواحد ما بيتعلمش غير لما بيغلط. دي حقيقه. فاكيد يعني هي يعني بيقول لك اشكر اخطائك. ايوه هي دايما السبب في نجاحك. دي من الحاجات الجميله، لان الواحد لو ما غلطش مش هياخد باله. دايما هيفتكر انه ماشي صح، وفي حاجات كبيره ممكن تقع فيها قدام، لو وقعت فيها قدام تبقى اخطر عليك. ايه الغلطات اللي عملتيها بقى في السوشيال ميديا؟ طبعا المحتوى يعني. في البدايه لما دخلت كوميدي، عملت كوميدي، بعدين بتلاقي نفسك هي السوشيال ميديا بحر كبير قوي وبيسحب. فانت بتلاقي نفسك انت بتحاولي تتكلمي في كل حاجه بتظهر، او بتتكلمي في معظم، من غير بقى ما تفكري طب هو انا المفروض اتكلم في حاجه زي كده، طب ايه ابعاد الموضوع عليا، طب المفروض ان انا مثلا في السن ده يكون عندي اطلاع على الموضوع ده، انا يعني فاهمه فيه كويس ولا لا. يعني عملتي حاجات وندمتي عليها؟ طبعا في فيديوز عملتها ومسحتها، وفيديوهات عملتها مثلا بابا جه قال لي لا انا مش حابب فنشيل الفيديو ده، فشيل الفيديو ده. فحاجات كتير بصراحه. وفي كلام زي مثلا زي ايه اللي قال لك عليه نشيله؟ في فيديو انا كنت عاملاه
كان هو بالنسبه له شايف ان في يعني في نوع ما تطول في بعض الكلمات، هو شايف ان هي الكلام بتعجلكم، بس انا مش حابب انك تطلعي تقولي كده، يبقى معروف انك بتقوليه. فبالنسبه لي طبعا احترمت رغبته، وحسيت بعديها ان هو كان معاه حق. لانك بعد كده لما بتكبر بتلاقي نفسك ان انت لما الناس تكون شايفه ان انت بتقدم لغه كويسه، لان دلوقتي بقى في حاجات كتير انت بتحاول ان انت ما تشوفهاش، فلما تلاقي نفسك ان انت في حد زقك انك ما تروحش الناحيه دي بيبقى صح. لو انت كنت كملت او ما حدش كان نبهني مثلا لا في حاجات ممكن استخدمها مع اصحابي، بس ما ينفعش انا اطلع اقولها على الملأ كده لو اقول الكلمه دي لا. احيانا بيكون في اطفال بتتفرج فهم مش مضطرين يتعرضوا لده دلوقتي، ممكن لما يكبروا باختيارهم يتكلموا او ما يتكلموش، انما انا ما اقولهاش. فدي حاجه بصراحه على فكره دي وسيله من وسائل التعليم، يعني ان هو بجد ان هو قال لك كده فانت ممكن اصلا تتداركي الموقف ده ما يبقاش حتى يحصل بعد كده. يعني فلو انت تاخد بالك ان في كلام بتحس ان عادي بعدين لا صح انت معاكوا حق ده مش عادي. طب يلا نشوف معاكي كده فيديو ليكي ونرجع تاني. عايز احكي لكم على حاجه بقى ايه مريبه بتحصل. طول ما احمد في الشغل او بره تمام، يعني يا الصبح احمد في الشغل يا اما احمد اسد لو احنا بالليل زي دلوقتي واحمد بره، انا في دبدبه عيال بتلعب في الشقه الفوقيه او في دبدبه عيال فوقيه عامه، مش عارفه في انهي شقه، بس في عيال بتجري بلا هدف كده، رايح جاي رايح جاي رايح جاي فوقيه، انا سامعه دبدبه عيال بتلعب. طيب هل انا في حد ساكن فوقيه؟ لا، انا العماره اللي انا فيها شكل شقتي انا او الستايل بتاع شقتي او اللي فوق شقتي هو اللي تحتيه بس اللي ساكن، مفيش حد. الشقتين او ثلاث شقق اللي فوقيه فاضيين اللي هو ما حدش اصلا ساكنهم، اللي هو مفيش، اللي هو مش واقع متقفله، هو واحد بس مشطب شقته وقفلها والباقي اصلا مش متباع. فايه ده بقى؟ وبالمهم ان احمد اول ما احمد يرجع من الشغل مفيش اي دبدبه. طول الليل مفيش دبدبه لان احمد ما فيش، احمد نزل نظر الشغل ما بطلوش دبدبه. والمهم ان احمد عدى عليا في نص اليوم ياخد حاجه تمام، ايوه رايح راجع يكمل شغل. فاحمد لما عدى في نص اليوم الدبدبه وقفت، والله العظيم ثلاثه دبدبه وقفت. وانا قلت لاحمد يا احمد هو احنا مين العيال اللي فوقينا اللي بيدبدبوا؟ بس قال لي مفيش عيال فوقينا مفيش دبدبه. قعد بتاع ربع ساعه بيجيب حاجات ورايح جاي، والله ما سمعت كعب، والله احمد نزل من هنا ربع ساعه وبدا الدبدب. ايه بقى ايه بقى؟ طب بتعملي ايه يا عم؟ عرفتي مين اللي كان بيدبدب عليكي؟ كل الناس بيقولوا لي غالبا احمد اللي بيدبدب بيطلع يدبدب فوق. انا عندي ما اعرفش بسمع بقى الدبدب اللي بيقعد يقول لي ايه، اكيد ما حدش ساكن فوق ايه، وكله بقى على السوشيال ميديا يكتب لي كومنت لا خلاص امشي امشي مع احمد من الشقه. بس انا طبعا بطريقه كوميدي يعني، انما فعلا كله قال لي اكيد احمد اللي بيدبدب، هو بيحاول يمشيكي من الشقه او ما تقعديش لوحدك. فعلا لو عايز يعمل يعني خطه حلوه يعني، لا ده لو هو بيعمل ده فهو عايزك بقى تقعدي جنبه. لا مفيش حد بيعمل كده، لا استحاله في راجل يعني عايز يقعد جنبي لا طبعا. قولي لي انا عرفت ان انت كمان يعني لايف كوتشنج، بتعملي ايه وازاي؟ انا اللايف كوتشنج بداته لما الدكتوره بتاعتي، انا كنت اتعالجت تلسيم الاكتئاب، فبعد ما خلصت علاجه الدكتوره قالت لي ان احنا تمام كده، قالت لي بقى انت محتاجه تروحي تتكلمي مع لايف كوتش عشان تتخلصي من العادات اللي هتتبقى معاكي بعد الاكتئاب. لقيت الاكتئاب بيسيب لك بقى عادات بتعمليها، مش قادره تقومي، كسلتي خلاص، بداتي تبقي هاديه. ثلاث سنين اكتئاب؟ ده العلاج. كان في قبل كده؟ كان في قبل كده؟ يعني انا عرفت متاخر ان انا عندي اكتئاب. والعلاج خد لي 3 سنين. كنت حاسه بايه يعني؟ ايه اللي خلاكي رحتي؟ هو انا جت عليا في ثانيه جامعه حصل حاله وفاه لواحده من اصحابي. من بعديها انا بدات ربنا يرحمها، انا بدات عندي تصرفات حساها اكستريم شويه مش منطقيه. غرقت قوي من غير سبب، وبقيت حتى يعني بعد ما كله خلاص تعايش حتى اخواتها بداوا يخرجوا من الهم، مش عارفه تتعافي، انا مش عارفه اتعايش، حاسه ان انا اصلا الموضوع مش يعني انا تعافيت من حاجه بس انا مش قادره اخرج، يعني انا حزينه بلا سبب. ساعتها اتجهت للدكتوره، رحت لها وقعدنا بقى 3 سنين بقى رحله العلاج من الاكتئاب. دي بصراحه كانت من التجارب الفارقه جدا في حياتي. وبعديها هي نصحتني ان انا اروح لكوتش علشان بقى اكون احسن بقى، خلاص اعيش اتعايش عادي بقى اتعافى. بس 3 سنين دي فتره طويله جدا، خدت الثانيه وثالثه ورابعه جامعه، يعني 3 سنين المفروض ان هم يكونوا السنين بقى الهزار والفرفشه وبتاع. انا كنت قاعده بحاول اخرج من حاجه كانت كبيره عليا جدا، وعشان كده انا كنت حاسه بايه يعني؟ حاسه ان الدنيا خلصت مش قادره تستحمل؟ كانت بتيجي عليا فترات كنت بحس ان كفايه كده. كفايه ايه؟ كفايه الواحد مش عايز يكمل، كنت بحس ان صعب قوي ان حد يحس ان هو مش عايز يكمل، لو لسه في الجامعه في حاجه كتير قوي انا ما شفتهاش، في حاجه كتير ده ما حصلتش، وكنت بحس من جوايا فعلا خلاص انا مش عايزه اقوم النهارده. كان بيبقى صعب عليا اروح امتحانات، احيانا بفوت حاجات. الاكتئاب بيبقى نوعا ما مرض سوداوي كده، بيقنعك ان انت اللي بتفكر،
بس هو مش انت يعني. هو في حاجه مسيطره عليك بتحسسك ان انت اتهزمت. طب استفدت ايه من رحله العلاج؟ كل حاجه صراحه. فهمت ان الواحد لو ما فهمش نفسه او ما عرفش الصحه النفسيه ما قراش فيها ما طورش من نفسه هيعيش عمره كله غالبا فاكر ان هو كويس وهو مش كويس. لان انا لما اتعالجت من الاكتئاب اكتشفت ان انا كان عندي في طفولتي حاجات انا بعملها كطفله ده ما كانتش طفوله. انا فوتت الطفوله لاني كنت مكتئبه لان الاكتئاب كان عندي وراثي مش بسبب حاجه. هو انا كنت فاكره ان هو بسبب وفاه صاحبتي بس هي الدكتور قالت لي لا انت من ابعد من كده فده وراثه. فانا عشت فتره كبيره مش عارفه اتعامل فاكره ان انا كده بتعامل كويس. الاكتئاب مرض وراثي؟ الامراض النفسيه بتيجي احيانا وراثيه كتير يعني بتبقى مش الامراض بسبب. النفسيه طبعا في منها وراثي. الاكتئاب منهم كمان من الحاجات اللي بتيجي وراثه. فساعتها انا بقى كنت حسيت ان انا حاجات كتير فوتها عشان بس ما كنتش عارفه اتعايش معاها. بس اكيد في معاني بقى بنطلع منها بعد رحله زي دي. اتعلمت ان مفيش يعني ان انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها حاجه خلصت. اتعودت ان مفيش نهايه اللي هو دايما النهايه او الاستسلام لما انت بتكرر. انا طول ما انا موجوده طول ما انا لسه بحاول انا ما فشلتش انا ما وقفتش. فده مخليني عندي اراده اكتر مخليني متصالحه مع نفسي جدا. في الفتره دي اتعرفت على نفسي بقى على عيوبي ومميزاتي انا بحب ايه بكره ايه فهمت الناس فبدات ان انا اعرف اتعامل معاهم كويس. علاقتي اتحسنت بناس كتير جدا. فلقيت ان لا الواحد لما بيفهم نفسه فعلا وبيخرج من تجربه قاسيه زي دي بيحس مبدئيا بتحسي بالناس بشكل كبير جدا. في مشاعر انت بتتعرضي لها ممكن ما تتعرضلهاش فما تفهميهاش. فلما بشوف حد قدامي او بتعامل مع الناس بيبقى صعب عليا ازعل من حد. لاني احيانا ببقى فاهمه الدوافع ورا اللي انت بتعمله. انت متضايق انت مضغوط في حاجه بدات تتعلمي مهارات جديده جدا اكتسبتيها عشان اقدر اتواصل مع الناس. وده اللي خلاني لما رحت الكوتش حسيت ان طب انا ليه اروح لكوتش اما انا ممكن ادرس الكوتشنج نفسه واكون انا بقى قادره ان انا اتكلم مع حد. لان في الكتب كان بتاع الكوتشنج هو بيعلمك كل حاجه عن نفسك. تتكلم ايه كلامك تختاره ازاي تحس بايه الفتره دي خرج نفسك منها ازاي لما تحس بكذا انت صح ولا غلط المايند سيت بتاعتك طريقه تفكيرك هي دي الكي لكل حاجه. اي سلوك يعني مختلف بيبقى قصاده فقد لمهارة معينة لما بنكتسبها السلوك ده بيبتدي يتلاشى. دي حقيقة. ازاي بدل عادة بيعرفك ازاي تبدل عادة من العادات ازاي التبديل الصح ليها ازاي تتغلب مثلا على صفة عندك ازاي تخبيها ازاي تحد منها امتى بنعرف ان احنا يعني مثلا في ناس دايما تقعد تقولك ايه لازم يكون كلك العيوب اللي عندك تخلص منها. محدش بيخلص من عيوبه بس اقدر احد منها. اقدر ان انا من بين كل خمس أتعامل مرات اتعامل معاها من كل خمس مرات اطلعها مره بس بلاقي فرصه انها تطلع مره كده والباقي اخبيها. فده اللي انا بحاول بقى من خلال الكوتشنج في السوشيال ميديا ان انا افهم الناس او اتكلم مع الناس خاصه الشباب. بتنقلي تجربتك يعني بالظبط واتكلم معاهم بقى اللي هو ايه انا قريت كذا تعالوا اقول له لكم لان مش كل الناس بتعرف تجيب الكتب مش كل الناس بتختار الكتب الصح مثلا او كمان في كتب للاسف معظم كتب الكوتشنج انجلش فمش كل الناس عندها القدره انها تقرا كتاب كامل مثلا بالانجلش فبنبقى محتاجين حد يبسط لنا المعلومه يقولها لنا فاحنا نفهمها. فانا بحاول اكون الشخص ده لان انا لو مكانهم انا كنت حابه ان انا من بدري حد يجي يقول لي تعالي بقى اقري في كذا واعملي كذا واعملي كذا كان هيفرق. بتقول لهم يقروا؟ طبعا في اللي احنا فيه ده في السوشيال ميديا مهم. طب انت شايفه ان المعلومه دلوقتي نوصلها اسهل من الاول ولا اصعب؟ اسهل بس صحتها اصعب. يعني انت هتوصلي المعلومه بس هي معلومه صح ولا غلط ده اللي انت يعني تتشك اصعب شويه. عشان كده لازم تبقى حاجات موثوق منها شويه او دايما لازم نفكر. ودايما انا بقول للناس على السوشيال ميديا ما تاخدوش مني الكلمه مسلم بيها. دوروا اقروا هتلاقوا مقالات مختلفه وحد بيقول راي عكس رايي. اقروا في الاثنين وشوفوا انتوا ميالين لاني او انتوا شايفين ان اني اللي هينفعكم. لان ما ينفعش ناخد معلومه من اي حد مسلم بيها. بس طيب حاطه اهداف بقى للي قدام؟ يعني انا بحاول لسه طريق الكوتشنج كبير جدا لسه بحاول ان انا اغرق فيه اكتر واحاول يعني انا هدفي باذن الله من خلال السوشيال ميديا ان انا اي حد يكون عنده مشكله نفسيه لما يشوفني يعرف ان سهل انك تتعالج سهل انك تخرج مش نهايه الدنيا. فاللي هو نتوجه شويه ان احنا نتعامل مع المرض النفسي اللي هو مرض عضوي. لو انت عندك مشكله روح تعالج لان في اخر. فاحنا عشان في ناس كتير يعني بتعاني ومش مدركين ان احنا ممكن نروح نتعالج والحياه تبقى حلوه. لا هو احنا عايش كده. لا انت ممكن ما تعيش كده. طب نروح نشوف فيديو تاني ونرجع لحضراتكم. انا محتاجه تفسير حالا. اوكي يعني في فلتر كل الناس بتحطه بقى هو بيخليك حاطط فول ميك اب وقمر وبيغير الشكل ومفروض انك تبقى حلو فيه. ممكن حد يفهمني ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ انا شبه الرجاله معرفش ازاي يعني مش عارفه ليه حاسه ان انا راجل رغم ان انا حاطه كل حاجه ممكن تتحط. انا لما يعني فتح
ما بيتشالش اللي هو انت ازاي رياليستك كده ووحش في نفس الوقت، شكلي وحش قوي. اما انت ما استغنيتيش عن الكوميديا هو ما لا ما اقدرش ما اي حاجه انت عايز توصليها لحد ده حكيه يبسط قوي. طب تقعدي تجهزي الفكره؟ بقعد كده افكر في فكره، يعني اشوف ايه الموضوع الموجود حاليا على الساحه مثلا، عارفه لو نهون على بعض كده الفتره ونقدمها بشكل كوميدي، او حتى لو عايزين نوصل معلومه في حاجه نقدمها بشكل كوميدي. بتكون بالنسبه لي انا بصراحه بحب التعليقات بتبقى ايه في البدايه؟ طبعا كانت التعليقات قاسيه جدا، ولكن الحمد لله دلوقتي الكومنتات كويسه، يعني بقت لطيفه جدا. قاسيه وصلت لايه في البدايه خالص؟ لا كانت قاسيه في بدايه السوشيال ميديا، الناس كانت بتدخل تشتم بلا هدف، انت ما عملتيش حاجه، انت ضحكتي في فيديو والناس داخله بتغلط، فانا كنت بحس ان انا متضايقه، ممكن انزل فيديو اقعد بعديه اسبوع مش عايزه ابص، مش عايزه افتحه، مش عايزه افتح كومنتس. بس الصراحه كان بابا هو اللي قاعد يتكلم معايا في الموضوع، انا كنت قلقانه عشان بابا وماما مش حابه ان هم يفتحوا يشوفوا حاجه زي كده. بس بابا جه يتكلم معايا قال لي ده عادي ودي ضريبه اي حد بيعمل اي حاجه ومفيش مشكله، وطالما انت بتعملي حاجه غلط ما تتضايقيش من حد. فمن ساعتها بقى خلاص بقى اللي يكتب حاجه تمام، ببقى عارفه ان هو مش لشخصي. تمام. حلو، مش مشكله. بس حلو تعليق باباكي، يعني هو بقى بيشجعك في نفس الوقت هو بياخد باله من اللي انت بتعمليه. يعني هو بابا كان يعني في البدايه اللي قال لك فيه ما تطلعيهوش كان علشان خاطر يعني كلمات معينه او حاجه هو كان معترض عليها، لكن في نفس الوقت هو بيشجعك، يعني هو ده التوازن. ما بيحاولش يوقفني، يعني هو بابا في حاجات كتير بصراحه اللي انا عملتها هي طبعا خاصه بجيلي، هي بالنسبه له انا مش عارف ابعدها، انت بتعملي ايه؟ بس هو ما وقفنيش، يعني دايما كان بيقعد يتكلم معايا ويقول لي فهميني قولي لي بتعملي ايه، ويبص كده في حاجات طبعا كنا بنختلف فيها في النص، بس هو دايما كان بيشجعني، يعني كان شايف ان لا روحي انت عارفه انت بتعملي ايه وانا عارف انا ربيتك ازاي، فخلاص انا وراكي يعني، فانت اعملي ولو في حاجه غلط انا هقول لك. طب البنات بقى اللي بيتعاملوا معاكي ازاي؟ البنات على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا هم بيشوفوني، انا بخاف جدا من جزئيه ان حد يشوفني قدوه، انا شايفه انا مش قدوه. لا لا هم بيتعاملوا معايا ان انا اختهم او بنت خالتهم زي ما بيقولوا، وان احنا بقى خلاص احنا اسره كلنا، فهم بيدخلوا احيانا كتير يكلموني مثلا حد يقول لي انا عندي مشكله كذا عايز اخد رايك، فبدي رايي، بس بتبقى كلها بقى بنات صغيره في اللي هو انا عايزه اعمل كذا في الدراسه، اصل انا بابا من علمي كذا. عندهم قد ايه يعني؟ 13؟ في ناس بتبقى صغيره فعلا 13 14 سنه، وفي ناس بتبقى في يعني من اول 18 لحد في سني، وفي ناس اكبر. يعني انا بصراحه الحاجات اللي انا ببص بيها جدا وبحس ده من التطورات، ان يعني في امهات كانت بتجيلي في ايفنتس بروحها يتكلموا معايا يقولوا لي مثلا انا حاسه ان انا ابني عنده مشكله فلانيه، قولي لي لو انت تعرفي طريقه كتاب اقراه حاجه اعملها، بحس ان انت بتعملي مجهود حلو جدا، انت ام جميله. فهو بصراحه على حسب، يعني في كل فئه بيجيلي حد يتكلم معايا في مشكله معينه او يسالني عن نصيحه معينه. في ناس منهم كتير بيتاثروا بفكره الحجاب، اللبس، انت بتلبسي ازاي، بتعملي ايه، فدايما بحاول ان انا اكون برده يعني السوشيال ميديا تكون ظاهره جزء اللي انا شايفه ان انا ارضى ان حد يقلدني فيه. عشان اكيد الواحد مسؤول عن تصرفاته، فمحتاج ان يكون مركز هو بيعمل ايه. طب انت يعني شايفه ان هو كنا بنتكلم على المعلومه وسهل ان هو اي حد يوصل لها، لكن الصعب ان هي تكون موثوق فيها او صح، مش بس صح، هي انها تكون مفيده. طبعا، لانه احيانا بيبقى الكلام عام، يعني مش عارفه توصلي فين. طب فين الجزئيه اللي انا بدور عليها هي مش عارفه اوصل لها، بتنصحيهم بايه بقى؟ انا دايما بنصح ان انت لما حد مثلا بيجي يكلمني يقول لي انا مش عارف ان انا بعمله صح ولا غلط، طيب لو انت عايز مرجعيه، لو احنا بنتكلم على الصح والغلط مش الحرام والحلال، تعال الاول نحاول نتواصل مع بابا وماما، لان هم اللي بيحطوا لنا الصح والغلط مش الحرام والحلال. فدايما بعد اتكلم معاهم روحوا اسالوا بس بالطريقه الفلانيه، يعني مثلا ما اروحش اقول لماما ايه انا على فكره مش غلط ان انا اسافر مع اصحابي، لا اروح اتكلم مع ماما، طب انت وجهه نظرك في السفر مع اصحابي ايه؟ ليه رافضه؟ ليه قابله؟ دايما ده بقول لهم الطريقه الصح اللي يتناقشوا بيها مثلا مع بابا ومامتهم في الصح والغلط، ويحاولوا يقنعوهم. احنا في اهالي بيقتنعوا بالنقاش، بيحس ان انت خلاص انت مدرك الخطر، فانا اقول لك مثلا انت خايف عليا عشان كذا 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 كذا، طب ليها حل، ممكن مثلا ممكن فلان يطلع معانا، ممكن انت تيجي نفس المكان، فنحاول ان احنا نفكر بطريقه مختلفه عشان نقنع بابا وماما. لو هم بقى عايزين يوصلوا المعلومه على النت، انا بقول لهم يعني لو احنا هنسال في معلومه دينيه نسال الازهر، هنسال مثلا في حاجه ليها علاقه بحاجه طبيه نشوف مؤسسه طبيه معروفه، المؤسسات 1 2 3، فاللي هو اجيب المعلومه من مكان هو نشرها، ده هي ورقه موثوق فيها، بابلش بيبر كده موثوق فيها، ان انا اخد المعلومه دي وامشي عليها، عشان في ناس احنا بنروح لهم للنصيحه، اهل النصيحه لما بيبقوا متعلمينها ودارسينها. عايزه حاجه عن الصحه النفسيه اروح للدكتور،
عايزه اسال مثلا انا تعبانه عايزه دواء، مش هتساليني انا انا ما اعرفش، فتروحي لحد متخصص في الموضوع ده. لو انت خلاص بالذات الادويه دي يعني احنا دايما بنحذر مرارا وتكرارا يا جماعه خلوها عن طريق طبيب هو اللي لازم طبعا، لان كل جسم مختلف. لا وتتاخد كمان من الصيدليات لانه ده امن مكان يعني طبعا، لانه اي انا بخاف جدا على فكره من الادويه اللي بتبقى على النت او موجوده من اي حتى صفحات بنجيب من بره مش عارفه بنعمل ايه، كل الحاجات دي بقلق منها جدا. اي حاجه ممكن تتغير تتعمل زيها ويتحط فيها طبعاً. اي حاجه وده يعني اكتر ضرر للصحه. ما هو عشان لاي منتج مضمون ولا اي دواء مضمون من مكان غير المكان بتاعه، عشان كده دايما اللي هو ايه مش لازم نستنصح مثلا ونجيب اقل حاجه، لا لازم اجيب حاجه موثوق فيها اكون واثقه بس عشان اللي هيدخل الجسم لازم يكون مهم. فدايما بقول لهم اتوجه للمكان المتخصص للسؤال بتاعك، ما يجيش مثلا حد يسالني عن معلومات دينيه، انا ما عنديش انا ما درستش الدراسات دي. فلو حد بيجي يقول لي هو حرام اعمل كده ما اعرفش روح اسال. فدايما بقول لهم اللي هو انت لازم تروح تسال حد صح، عشان كده لما حد بيجي يقول لي مثلا ايه انت قولي لي اعمل كذا في ايه، مثلا انا دلوقتي متضايقه وحاسه ان انا عايزه اتطلق ازاي انا هنصحك في حاجه زي كده ازاي؟ ولا لا يعني ده قرار بتاعك ما ينفعش تيجي تساليني، انا ما اعرفكيش ما اعرفش جوزك ما اعرفش المشكله. فلازم تتكلمي مع حد. بس في هو نصيحه هنا للمتخصصين ان هم يلجأوا لمتخصصين. دلوقتي استشاريين الاسريين كتير بالظبط جدا وبجد عندهم النصيحه او الطرق والاساليب اللي ممكن نتبعها علشان خاطر نوصل لحياه مستقره، لانه ده شيء مهم قوي قبل ما نفكر في الطلاق. في حاجات كتير قوي قوي ممكن نفكر فيها بالظبط، صعب ان حد يديك نصيحه مهم حياتك جدا ان احنا نفكر وهو مش متخصص. والمؤسسات كمان دلوقتي يعني معنيه بالشان ده، يعني عندنا وزاره التضامن عندها برنامج كبير قوي اسمه برنامج موده. دي فرصه بقى وانت بتتكلمي عن الموضوع ده انه اي حد عنده اي استشاره، سواء اتنين مقبلين على الزواج، اتنين متجوزين عندهم مشاكل، حتى لو مخلفين، يعني كل ده كل المراحل دي موجود ديها الاستشارات دي جوه الوزاره. دي حقيقه. فده عشان كده دايما انا بقول ما تاخدوش النصيحه من حد، اي حد على السوشيال ميديا ينفعش ادخل اسال حد على حاجه اعمل ايه، اعمل ايه لشعري، في دكتور جلديه، في دكاتره للشعر، في دايما لازم اسال حد ما يديني اجابه تكون مفهومه، لان انا ممكن اقول اي اجابه وانا مش هتحاسب عليه. فلو انا ممكن اقول لك لا يا بنتي اتطلقي يا بنتي، طب في الاخر ما مش حياتي انت، طب ليه تعملي في نفسك كده؟ يعني شكرا يا مريم على الرساله الحلوه دي اللي احنا هنختم بيها النهارده. هي دي رساله لكل الناس فعلا، مش هي مش السوشيال ميديا ليها وجهين نقدر ناخد منها الايجابيات ونسيب السلبيات وما نعتمدش عليها في كل حاجه. بشكرك، بتمنى لك التوفيق، نورتيني النهارده. ربنا يخليك. شكرا جزيلا.